Sí. تعشوا وتصحوا ورجع لها بالعافية. يجنونه. جاهز للعب. انت. مرحبا بك الممانع. ليه بس؟ يا عليك يا ابو حمد. الله يقبلك يا سيدي ابو ظهير. والله اني اقولها صادق. ها؟ اقول دائما احب حارش ابو سعيد. حبيك؟ اقول دائما احب حارشك ابو يا سعيد. الله يجعل ولدك في الجنة. تمون يا ابو هيف. اجاني من الضحك. صلى الله يعينك ابو. وين فهد فارع؟ يا فهد! سعيد سعيد! تعبان راح عندي زي الحمد لله رب العالمين. اليوم كم رمضان؟ خمسة؟ ستة. أصبحنا ستة؟ يسر علي. أربع أيام نخلص العشرة الأولى. إي والله. يسر علي. صدق يسر علي. من اعمارنا يا ابو شحر. اليوم السيف من اعمارنا. اي والله 5 رمضان. ابو شحر 6 رمضان. عادل ربي يسلم يا اخي. قول له بس ما في كوب. عادل بلغه ما في كوب. لا لا دكر دكر طبعا. ثم جاب كوب. ابشر سعد. يا سحر الله يعطيك الصحة. هلا والله كويس انك جيت على السحور ولا كنت بزعل. مرحبا يما. امي تبي رقم والدتك تبي تسلم عليها. 05 بعد 7 برسل واتساب. هلا 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 امي. شباب امي تقول دخلوا امي مع امكم في الجروب. تعال 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 يا اخوي. ما لا ما صحيت 20 مره. 20 مره والله 20 مره. اللي يوصي احمد عوض ترى غبي. يا عيال ايش رايكم؟ ابعطيكم حاجه. ايش رايكم واحد تصحيه من النوم واروح افرش اسناني وارجع بعد ثاني مره يا رجال اصحيه ولا انت هاوش؟ وخر عني يا اخي احمد عوض. وخر عني انت اللي نام عندك. قال وخر عني. لا 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 انت قلت وخر عني. خلاص قال وخر عني. اول شيء عرفت انه ما وعد. ايش يقول ايش يقول؟ اول ما صحيت يقول وخر عني. خلاص طيب سؤال بينك وبين حساب خلافات شخصيه. اول شيء جاسوس. لا اربع مرات. اربع مرات خلاص جاسوس. كان اربع مرات. اربع جاسوس. لا لا دقيقه جاسوس منه. اول ما صحيته انا ادري احمد وخر في جاسوس. جاسوس عرفت انه ما صح على الحين وانا اسحب هذه وانا تعطيه جوال دق على اخوك بسرعه يبقى بروع ما في طب واروح افرش اسناني وارجع طول العمر واسحب البطانيه يا اخي. قلت يا اخوي خاني مستشفى بعدين قلت يا اخوي طيب امشي بنروح لقاعه بعدين قلت يا اخوي امشي بنروح انت ماشي ما في طب والله شيء ولا تاخر والله كلامي صح ما في طب وروح هندسه مو لازم طب مو لازم ترى يمكن لو هندسه صح ولا لا صح انكر بعد لا في فار نقدر نرجع يا اخوي انت تسحر ابو عوض ما يصير روح فار القط موجود يخدمك على صحيح اخي ندفع راتب القط وليش احنا ترى هنا براد تعال عندي تعال وكل تعال اسمع انا زعلان عليك بعد انت بعد ابو قنا ولا ابو ناوي يجي على المصب يلا بالنسبه لي انا لم اختي عليك ولا اختي عليك ولا استطيع ان اختي عليك وسارضيك الى ان ترضى الزعل من وجهك انا ابو اصحابي لا كنت زعلان علي محمد لا يا عبد الله نبع يا شيخ انا راح فيك من اليوم ما ترد التلهيب انت ارحب ارحب يا ابو ناصر لين ما يقول زعلان علي انا بعد ولا مرحبا زعلان علي عفوك لا والله ما يزعل لا والله ما يزعل تعشى والله دجاجك تنتظر متسحر انت خلاص جعله والله بالعافيه مجنون ماك عليه اذا انغثيت بعض الناس الوصول تحت وبعض الناس يبرر يبرر الحمد لله ماني معكم في الفندق ولا كان جملني لا يا شباب وش الفندق اللي كله مشاريح كذا ترى ماني جالس معكم الخميس والجمعه والله اتمنى بالله عادل ان اليوم تحوش معي دقيقه طب عرفت رقم غرفه ثنا عرفتوها اربع بعض الناس عرفت رقم غرفه ثنا والله اقصدك انت ومسفر انا اغيرها قم يا كوكو دقيقه انا شو اشتري ما شطح شوف حتى شو اشتري خذ رقم 4 معي كويس حلان تعال كوي يا ولد خلني في غرفه هذا كويس رجعت غرفه ما لقيت احفظ الاربعه كويس وين بتجيها
قلت لك عند احمد بنام انا، انا ايش مقمزه عنده؟ الموضوع عشان هو هني عشان نقوم سوا والله سوا ولا تلقى اربع عايش عايش من شهرين والله تعرفون داخل ولا في وحده بحالها لا كل واحد لحاله ايوه ما سمع العزيمه الفطور القابله الله يحييكم من اليوم الجديد اليوم انا عنده عزيمه من بعد عندي احنا نمت عندك ما ادري قبل حتى خرجت تركي الدوس رقم وزياد الشهري كلهم دق على ما عليك ترك اني اسله سمبوسه بدل انا يرضى لا تشهم لا ما يرضى والله لازم ترضيهم والله انه داك زعلان لازم ترضيهم ما له ترك الدوسري وزياد الشهري ياك حلان تتسحر اي قال لا تسحرت يا بدر انا كانوا فهد وزياد ما عليك يا حلان من ناحيه انا شايف ان علاجاتكم جمت كنت تعبان وكل علاج الظاهر علاج انت كنت هذاك فيه منوم الظاهر فيه منوم الحبه اللي انت كنت هذيك عيت خليك تقول فهمت؟ اسمع يا ابو سلطان ترى الرجال حبوب ها؟ والله والله هيك حلال اني نص ساعه وانا صحي اخر شيء باخر شيء يوم سحبته انت ما تفهم وخر عني يا غثني نام عند احمد عوض يلا يا طيب عرفت بعد رحت عارف ان هذا نوم فرشت بعد خلص يلا حلال يلا خلاص بنروح نتقهوه ما يلا خاوني بنروح ما نبي نروح يلا الساعه كم ترى الساعه 11 اقول بروح ما في طب ترى الساعه 9 خلاص انت رح اطلب اطلب وانا اجيك يا ترى الرجال انتظرني تحت اوبر انت انت صحيت اصلا 9 لا 8 ايه فكان لين الساعه 11 هو عند الاعداد اه لا كان يرتب المسرحيه انا مسرحيه خلاص سبت مسرحيه بس اليوم هذا راح نفتح باذن الله اليوم هذا راح نفتح مسرحيه ان شاء الله تكتبها ان شاء الله وين؟ كتبتها بس باقي اوزع ادوار جزء هنا يعني؟ اي راح اسويها هنا باذن الله الوكاله طول عمر بس ها انا رحت مسرح عشان لفتي ما ادري صاب التهاب خلاص ان شاء الله يومين ينحل وين السحور ابو حسن؟ بالمرهم وين فهد وين رسال؟ شهر؟ بالمرهم وين رسال وفهد؟ ارجاء ابي شهر؟ ارجاء ابي شهر؟ 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 عندك صادق في الفطور ايه كله الفريدي وسيف اورنج يرسلون لي الناس في الخاص يقولون انه موجود في الرياض ادق عليه ادق عليه من يومين من الفطوره الاول انا ادق عليه ما يرد لا على اتصال رقمه الجوال ولا حتى على السناب ما ادري ايش وضعه ترى ينداش تلقاه ينداش الواحد يشغل اليومين هذا عشان السناب عشان فهمت يشوف والله اللي بيشرع على السناب ما يعرف شيء انا اكره اشوف ها المشرع ما مشرع بس اني لا كلامي عام اللي علي انا سويته كلامي عام نعم انا اكره اشوف تلقى وشو اللي يعني في بعض الناس عنده رقمي وعنده الواتس حقي عندكم ضريبه بس لان عارف الشغله بس الله يجزاك خير دق واتساب لا تم دق قطع المساحه يعني اتصال واتساب يقطع المساحه لو جاك اتصال وانت مساحه هلا تعلق لا ما علق قطعها بالله انا اسف والله لا عادي بس اقول وش هو لان حرات ما تجيني ترى انا موقف كل شعرات بس ما ارسل سناب لان عارف وش انه وضع السناب انه واحد ما هو يم السناب لا لا تعال 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 الحمد لله رب العالمين. يعني داخل اسمه كلثم من ربعكم؟ لا لا مو كلثم من ربعنا. هذا كله شروره. صدق والله؟ اي والله. كلثم. كلثم ايوه كبير بشروره. مو كلثم؟ لا بالله كلثم. نعم. كلثم من فدري يا اخوك. لا لا كلثم ما هو صب لي فيك احسن. صب لي فيك. انت اللي مديتك ولا انا ارد انا ولا ابي شهد؟ الله يعينك صار تضحك صار قرشي اقصى تضحك وش هو؟ تضحك شوف يود انا احيانا يفصل مخي يود الدنيا عندي تستوي انت دائما مخك مفصول اصلا لا لا قل احيانا يشبك لا فرق بين يفصلني ما علي او ماني عارف ايش بس احيانا لا استوي يا هذا اللي فصلتي ترى والله لو اعلم شو وقف شفت راسي عليك ظل راسي شعري طاير والله تضحك يا سعد لو عليك السلام اقسم بالله
ما حلق يعني عليكم السالفه، انا هنا فيها سالفه يعني تبين بنقولها هنا ما اقدر اقولها هنا يعني خاصه يا ما هي خاصه ضحك يعني بس انا صارت فيها مواقف بقولها يعني انا انتظر هنا اسمعها ولا لا انتظر لين اكل انتظر لين اكل بقول لك على النهايه يعني خلني انتظر خلني اكل لا تقو يعني انت بتضيع وقت كذا لا 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 والله صدق عينك لها الحين راح نغسل والله 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 وعينك كيف تصير طيب يا ابو ملاهي يا ابو ملاهي واشتقنا لك حاسس ما تقول لا لا بجيب الحلا بس تبي حلا انا ما ابغى ترى بس تبغى انت تفضل وجهك وانت مساخ اسمع مو تبلغني مو تبلغني الموت ولا المدلة الموت ولا المدلة كنافة اخيرا خل معك كنافة عيال احد يبغى جريش قرصان وانا انت قرصان هذا عبدالله تاخذ معي كنافه تبي ايه تبي جريش قرصان لا والله وهنا انت جريش لا والله خذ هذا الاحتياط من عندك شيف عني عنك كسبت الجماله بيبقى خذ يا حبيبي جريش وقرصان لا تقوى الله صب لي الله قواوي من مرهم ابن كلثم والله انا بيني وبينك مرحبا احتزم ابن كلثم يا ولد شوف كسبت كل مونه كل مونه ها صبيت هنا وهنا كسبت مال علم الغانم لا انت ما كسبت عند عادل لا كسبته وام زيه الاوله راح الاوله ابن كل ارحب ارحب كوكو ارحب كوكو كوكو صاير مزعج معك ايه طيب في فرق بين الرياليتي والشعر كويس والله العظيم صديقك ما صدق غيظه ما صدق انا شد الله وجهك صحيح علي صادق هو الان مو مريتي مزعج مريتلتي الله يعزك مريتلتي حاجه بسيطه شباب في مرندا شباب في مرندا شباب في مرندا قول لي صاير مش عزك دبه دبه خرب دبه خرب دبه خرب يا اخي احنا اللي بنشرب جعل ما يشرب غيرنا بعينك بعينك الكتشبي بعينك سنع موضوعك موضوعك بيض الله اللي تقول متفق مع عيال شفت والله ما كسبت ولا علم غانم ولا ولا الغانم سنع لا طلعت هني وانا برتب العزلة حلو هني طلع مني اليوم ولا بعدين لا اليوم لا 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 ما في ايش بعدين من اليوم؟ اي كفو وهذا يا اخي عندي دور وين؟ انا ما عندي شيء لا ما عندي شيء انا بروح اخل بامحطك كم اليوم انتم ساحبين؟ اقول لك احترم نفسك ما طلعت شارع يا ابن مريم اي والله اللهم افتح ما شاء الله الله يبارك عندك عندك ثلاث مقرات ما شاء الله تبارك الله 700 لبيك يا منهم فضى وطال عمرك ومقبوض الحين العيال مسافرين ايه وقالوا ما في احد جو قالوا ازعي ازعي اي منهم مالك شغل الله يوفق ابليس يقول يحييك ليه وشو لا 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 من غير فلسطين شو يعني لولا القضيه وش السؤال حفيتك بجبهتك ها والله لم يحضرني السؤال لكن ضحكت من ضحكه والله ما ادري هو يقول لي يا يوم راح الحمد لله يقول الله لا يضرك يا يوم راح عندك سبعه اجمع الله لا يضرك عندك سبعه 2-8 وعندك عندك سبعه 2-8 انت سمعت سعد ورع ها سعد يقول يعني يوم راح العيال والله انا حوج علي لا ترى والله وجهك اسمع عندك سبعه 2-8 هو يفهم كلمه قلت له الراس من عند العينين ايوه لا لا خلاص
ايه هو من الملهم دامك ما فهمت من الاول انا احسبك فاهم من البدايه. لا يا رجال محسن خلاص راح احترقت محسن النية. لا احترقت احترقت افلحت الله افلحت. نقول ما شاء الله الله يضرك. عندك 7-2-8 يحب الكعبه اني سمعتها سبع مرات لازم اسمعها. 7-2-8 ترى انا بقض وجهك اسمعها. 7-2-8 7-0-1 و4 ركز على 4 وتقول لي الخرج. ايوه ركز على 4 الخرج عندي 7 رقم 7 ركز على 4 دقق لي على 4 حط تحت خط دقق لي على 4 فيها جا 4 دقق لي على 4 تكون كذا انقلع توجهك ذا دقق لي على 4 اول مره اشوف وجه لا دائري لا مربع لا مثلث ما له شكل يا الله ازيك زعلت علي هو اللي ذب مو انا والله صدق تركت كريم قاعد تصدمني في حاجه والله قاعد يفوز والله قاعد يفوز انت بشيء الحين ورب الكعبه انت بشيء الحين دي انت بشيء الحين ايوه انت ورب والله العظيم والله العظيم دلك مقر واحد بس ورب الكعبه انا ما ادري شو الطبخه والله العظيم اني داري سوي لي تلميحة ما اقدر ما لها تلميح ما لها تلميح ولا لها لا تنبيه صح ذكي ووسخ لا ذكي وغبي في نفس الوقت والله يرجع كيف من زار قوم من 40 يوم زار منه ذكي يفهم اللي احنا نقوله لو انه شفره وغبي يقولها يطربخها زي طالع من امس رفضوها الرجال رفضوها اي والله عادي الربع اقول لكم شيء اقول لكم شيء بصرح عنه اول مره وانا ما ابي اصرح عنه احنا نكفيكم لا لا ما نبغى عادل عادل ما نبغى انت هو يتكلم بلسانك انا اقول له اشاوره صديقي انا اقول له بصرح بشيء اصرح بشيء لا بتصرح عادي خص ايش عادي شيء بقوله بس انا ما كان ودي اقوله عشان ما ينتفخ راس راعيه بس بقول لا لا تقوله اسمع علي قله لو سألتني مرضين يقول قلت ايوه قله قسم الله قسم الله بيسرق انا بنكلم انا بنشد انك ما تعطيه العلم مره ثانيه مالك دخل لا ما بيرحم شفت يا مسعد الله يقبلك يا رب اقوم الاوقاف بمكه المكرمه بما ان في هذا الوقت الله يجزاك خير اسمع نقول انه وقف والله العظيم هجت به 7 اوقاف والله انا اقولها وانا صادق انها هجت بك وقف يحمل 7 اوقاف يعني تخيل انك يا محمد الوقف مخرج انا اعز 7 اشخاص لا صدق ابغى اتكلم علي الكلثمي وسخ الوقف مخرج علي الكلثمي وسخ علي الكلثمي وسخ اذا الهوى ما هو عنده يتكلم عن الوقف محمد يجي يقول انقل 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 طلع اول شيء الكاميرا تلف بس اكثر من الاعداد حتى تحمد خلني بصب انا انت تضحك انت تضحك اضحك اضحك علي علي اضحك اضحك عطني والله تكبر والله انا قمرته ورب الكعبه اللي حسيت يمتي راسه سن كم بصل وانجبك انا اشهد بعدين ركز ركز انه عادل ركز لا ركز شباب ما في تفاعل انا جبت العيد ورب المصحف انك غبي والله انك الغبي والله العظيم كيف كنت انا ايش فيني اقسم بالله ماني غبي اني انا حسيت بشعورها في نفس اللحظه اللي كانت تكلم فيها قبل شوي يحسب انه الخرج فجاه انشبك السلك تذكر انه في المنتجع بعدين في شاشات في كاميرات في محمد عيسى صدق بالعكس هذه مدحه من كل خير قريب من كل خير قريب وقف يعمل 7 اوقات الله يشرفه اذن الحين تعز واحد يعني مثلا انا اعز 7 اشخاص 7 اعز 7 اشخاص ودي اهديهم ودي اعطيكم هذا اقدر اعطيك انت عادل صح بس اقدر اعطي واحد اقدر اعطي واحد ايوه 2 امله طيب دامك اعطيت الواحد خليك تكلم محمد 2 واقدر اعطي 3 4 5 6 7 بنفس العطاء وبنفس اللذة وبنفس الطعم صح ولا لا يا اخي هذا منتج ولا وقف تكلم زين يا فهد علي الله يجازي جمدان اللذة والطعم وخير تدخل
شوف نجحهم بعدهم ترقل. إيه بس تكلم زين. إحنا معك والله. ترى إحنا معك في الجو بس تكلم زين. يوم القيامة ربي. خلاص خلاص. هو عشان مستعجل ما عرف يعبر. سبعة. يعني أبغى أهدي سبعة أشخاص زي الحد. خلاص. أقدر أعطي في هذا الوقت بنفس العطال سبعة وقف. وقف واحد. تحط ريال فيه. يخدم سبعة الأوقاف كلها. آه والله داروا وقت داروا والله 180 من الفندق هنا وقت داروا عشان يعني وصلت شيره هذا له ميزان ارسل سيارتي اسبوع على اسبوع انت كنت لا لقيت سيارتي لقيت مفتاح هذا قال بيبقى قلت له سياره قلت مخباي والله يكتب لكم ان شاء الله شوف سوي حجام على انه كان سوي حجام انا ركبت والله مع اوبر على سياره عائليه ايوه كبت مع اوبر على سياره طول العمر عائليه تمام اقسم بيات الله رجال كبير ابو سايس قبل الكلام لين يوصلنا انا عارف هناك بزحمه كان ما يودون هنا الا شوي شوي طول العمر اقسم بايات الله ها تقول مودي لنا عائله تقول رايحين احنا عائلتنا متقبل الجمس حق جسمه مو جمس يطول طول طالع ورا مشوار تقول على سفينه يسولف علي ويسولف يا ويلي ولا وطالع زي كذا ان شاء الله بضغط بجوالي بس عيب الرجال يسولف علي عندي شغل ولا اقدر اقول له اسكت ترى عندي بضغط بجوالي عندي مراسة ضروريه الرجال يسولف وانا استمر انزل جوالي يسولف يدخل لي مدري وين بس شخص الامانه ونعم فيه لكن شخص يتحمس كبعض الامور لكن بعدين دخلنا مجال الشغل لكن سلبي بشكل كبير يوه سلبي يوم انا ما داني السلبي سلبي بشكل كبير ليش سلبي عشان يبغى قام يتكلم عن الشغل وعن الدنيا المشاريع والامور جلس شيء يعطيك اشياء انا اعرفها يا احمد انا لا احمد اني اعرفها انا اعرفها حفظها الصم هو صح انه كبير بالعمر مو انه يقولك اكبر منك بيوم اعلم منك بسنه خطرتي ترى كلام هو يتكلم عن شيء انا مسويه فقام يتكلم انت اللي تسوي كذا خلاص راح بيصير فيه فهمتني واضحك اقول ايه صح سلبي يوم قال سلمان غير الموضوع على طول عاد قطعت سالفته اكره لا اشوفه بحياتك نصيحه كان يعني منو سلبي انت سلبي ابعد عنه لو انه اخوك شنو اخوك حنك تغير ما قدرت تغيره ابعد عنه خل اخوي على عيني وراسي بس ان كان لا اتناقش بامور الدنيا فهمتني شغل دراسات سلبي ابعد عنه 20 دقيقه وانت كل ها 7-1 يا علي رده يا علي رده والله اللي مشتهي موز برتقال موز؟ طب نصنع موزك حلال هنا؟ نصنع قصدي نزرع نزرع؟ نزرع موز عادي يلا قدام ونجيب برتقال نجيب عاد الهيف ونربطها فيه عشان ما تطيح الموزة إلا خبر يصير ثنائي يا أحمد لك أنت تطيح عاد تقيب الأنقر يا بلانقا في البال لا هنا يا والله ما دريت البرجول مو قد السماء احمد عوض الله يجري يا عبد الله بالكرم من بالتوفي بال شو اسمه كندر يجري احمد عوض احمد عوض يجري يا احمد عوض والله الله يجمعني بك في جنة النعيم يا رب يا رب يا رب انا ما اكل ايش في الا كل الله يجمعنا ان شاء الله باذن الله الله يكرمك بس احب الله يك حلال ايه وينك احب الله يك حلال وش اللي ورع وش وينك لا لا ورع ليش ورع ليش تقول ورع رجال ايش كبره متسابق معك انت معك ما تكون عمر ضر 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 وينك فيه وينك غايب نيم يا ولد ليه نيم يا زين كلمتكم يا اخي نيم يا حلو كلمتهم بس ما شاء الله لا لا ماسك اللهجه ماسك ماسكها ماسكها صح والله العظيم خانقها خنق والله ما تطلعين تروحين لهجه القح في خوي اللي شملي الله يجعله في الجنة أقسم بالله أنه هديت مني أني أتلذذ في سوالف أسكت أقعد أتفرج فيه ليه؟ أحب لهجتكم يا أخي الله يطول عمرك إي والله جعله في الجنة خاص بغير لهجته عشانك عادي ممدوح الشمري من هالعويقيلة إيش فيه؟ والله جعله في الجنة أتوقع مات ولا؟ توفى والله في حاله الله يرحمه الله يرحمه أسأل الله أن يرحمه في ذلك المباراة آمين يا رب العالمين خوي اللي شمري الله يرحمه ويقله تعرف أنت شمري؟ دعواتكم للوالد ابو حصه يا جماعه الخير الله يرحمه ويغفر له خله جنات النعيم تعرف وليد شمري اللهم امين الله يتجاوز عنه برضو دعواتكم لابو الله يرحمه ويغفر له الله يرحمه توفى قبل اسبوع وليد شمري وليد شمري كان في حياتك معنا واحد الله يرحمه وليد من الناس الحبيبه صراحه مستر شمر الله يطول عمره والله وعليكم حظيظ من الله يرحمه الله اللهم ارحمه انا اللي فوزه على كل ثنائيته وفوزته وليد والله انك دائما يرمي يسوي خير نجم يسوي خير ما يرمي في البحر وين نجم النجوم
من الجو السيارات من لبق لهم قطعها قطاه لك فقده اليوم صح؟ لا الله يطول عمرك انا وانت وعلي جوله. ايش فيك جوله كذا يعني جوله افا معك ما يزعل لا لا ازمك بلا ما يزعل ليه ما ليش مش بلا اخوك الكبير يا اخوي عين تدري تدري يقولوا له حي عين ابو سحاب انا هك اليوم ايش قلت هنا ما سمعت قلت فطور عندي الربع بعد ابو ناصر سبق انا جاب فطور العيال يعجبني ان تخالفنا على طول جنس اول حاجه يعجبني ان تخالفنا على طول هذا اول شيء ثاني حاجه ثاني حاجة يا حيلان ثاني حاجة قال لك والذي نفسي بيده اني ناسي انك عازم على انت عالية واقف اقول لك ناسي يا باصرة يا باصرة انت باصرة ابو سحاب ترى رجال مغليك انا بقدرك زين اطلع العيشة مبطون ريجين ولكن اسمع لا بس يا كنت واقف من عالية هاك اليوم هنا زين وعلى السالفة كلها انا اعلم ما تخدم مفرداتك الا فيها شيء انت اطلع منها هل بينك وبين خدمات شخصية لا تقول اطلع منهم وانت رافع صوتك سامع اخر واحد وانت جاي معي لاني قاعد انت وانت في مكان واحد عرض. يا اخي انت عاد المشكله يا اخي طب انا شو اقول متعلق الذكريات فينا وفيك هاي ابو سحاب شو اقول للرجال اللي عزمتهم على البقرو شو صاير وش اقول منهم اللي بقروب عابر قروب عابر ايه؟ من جاك منهم انا عزمهم من الظهر قال لهم يا جماعه خير ترى من جاك منهم طيب ما لو ما يجي احد اهم شيء اني لبيت اخوي انا اللي في الاوتيل افطروا ولا ما افطروا؟ شو افطروا طيب شو جيت انت وجاي فطورك يا حبيبي فهد فهد خلاص يا حبيبي انا جايب فطور قدام الاذان بربع ساعه معطي خبر فيه بربع ساعه مكلم فهد مأكد عليه بربع ساعه يعني حتى اللي بيجيك من الاعداد ولا من هذا ما هم جايينك بربع ساعه الاخيره طيب ليش فطور وصل العيال وافطروا وخلاص تسوي لي زحمه طيب دقيقه انا ايش كاتب الظهر بجروب الو طيب انا ايش كاتب بجروب الظهر انا ما نمت مبارك يا ابو فهيد الجمعه قابلك ان شاء الله واعطيك العلوم يا مرحبا بك هلا وسهلا ايش قال لك الله يحييك خلاص الله يحييكم كلكم يا اخي لا تزعل انا زعل نفسي ولا زعل والله العظيم طال عمرك ابو سحاب خليت الاجر مني ها خليت الاجر رمضان كله خير وبركه باقي قدامنا 24 يوم من فضل الله تعالى بس الخاطر عيوني لا تزعل الله لا تزعل الله شوف البسه اسمعي اسمعي لا تاكلي من هنا تعال تعال علي الطراق انت تاكلي تعال تبي دجاج ولا لحم تبي لا تبي يعني لحم اشتري بسه تعال شوف لو ما تاكلي له كله ترى بدق حلوك تعال تعال امشي تعال تعال معي تعال 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 يلا كول يا وليدي ولا تبقين حاجه سق الله ليالي عن ترى العبسي وعبله سق الله اول ثلاثة اسابيع في البزنس يمس في البرميته كنت فوق هام السحب من بعد ثالث اسبوع وانت يعني سق الله يا ابو اين الابتسامه اين الضحك اين السوالف اين انتم فين اين الفرفشه اين اللي بيجيبها الله عز حكيم يا رجال الدنيا سهلة هونها تهون استغفر الله العلي العظيم أتوب إليه يا أخي أحس إني أنا انتهيت باقي فيه زعل أنت ودك تزعل لك سنتين ما زعلت ودك تزعل يا أخي ودك تزعل لك على واحد الراهي مثلي عشان أقدر أرضيك سنة ولد أم عقل ولا ضربتك كف راهي حطيتك راهي تعطيني كف الحين أبو سحاب أنت طول عمرك خلاص وصلك حقك ولا ما وصلت؟ وصل بعدين يا ولد انت ما انت محلو وانت اللي ورا محلو الله يطول عمرك والله ورا اللي محلو الله ابو شكلك ايش الله يطول عمرك ابو شكلك ايش لا بعدك طيب اسمع لبي متى يجين جو حايل؟ متى ما تبي يجي نبي نروح والله يقدر والله نبي نروح عندي ان شاء الله زياره الحايل قبل عيد الحج بحول الله وقوته يا عبد الله يحييك باذن الله كلكم وكشته رحلتي كشته ثلاث ايام بين عقده توارن والجبة والجباي يا تقول جباي جبة الجبة مو أربع أربع ها جبة 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 يا أبو سحاب أنت اللي ما مثلك يا أبو سحاب أنت اللي ما مثلك
الله يحييك بنا على المحبة على المعزة والوفاياك حيلان الله جيتك وعندي لك شعور ومثايل الله الله نقول طيب مبدع وطيب نقول ولك ميزة ولك وفي ولك ايش؟ ولك شاع لك شاع ايه وهذه نقول جمعوها قلايل الله جزا الله اني كتبت فيك قصيده من اعماق قلبي يا قلبي والله اي والله والله ان ابوي الى وقتك هذا هو معجب بهالقصيده هذه في ذمه اي والله الله يرفع قدره الله يطول عمرك يا لا 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 يا ولد يا ولد الظاهر السحور ما حد بشايله نشيله انا وياك نكسب الاجر والله ما يشيله ها ما يشيله بس يلا خذ الجهه الشماليه وانا باخذ الجهه الجنوبيه طيب قل بسم الله يا رجال بسم الله طيب اسمع خلي اما يذن روح مسجد حنا يجون العمال يتسحروا يتسحروا بعد الاذان والله انت كيسه صح انت مسخن ولا تتمسخن سؤال مسخن ولا تتمسخن والله ابو سحاب انا قالك تتمسخن يلا خلينا نقوم نشيله يلا حيا الله ابو سحاب هذه اخرتها يا عادل الهيف هذه اخرتها عادل الهيف تقوم ما تشي سحورك آه. هذه اخرتها عادل الهيف احرجناك راس المال احرجناك والله ما تشيل علبه واحده لا تحلف والله ما تشيل لا. والله ما تشيل خلاص خلاص والله ما تشيل اولا شكرا لك انك انت نصحتني تمام ثانيا بالفعل انا مخطئ كليت وقمت لازم ارجع واشيل اكلي البادر اللي انت سويتك حلان وانت عبد الله الروقي تشكرون عليها والله هو اللي قال لي والله كلكم والله يكتب اجركم وبالفعل خير ما فعلتموه هذا الفعل وانا ارجع اكرر اعتذاري واشيل معكم لا 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 حلف 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 والله ما لا والله نشيل والله والله ما والله نشيل والله نشيل يا الباسره انا حالف ابكي انا وياك واحد يا اخي اي بالله واحد لا بس لا كلام كلا لا والله كلامك صح لا والله كلامك صح انا قدمت رساله انت لست يعني المقصود بذات عينه انما المقصود في كل شخص قابل 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 يتخاذل دون هذه النقطه يا طيب ممكن طلب ثاني عادل هيفة تجري لقاء نفسي فكري مع احد الزملاء الموجودين معنا في الجلسه ابو مانع ومانع فكره بعيد ستخرجه من صمت قلبه ترى احيانا العزله عز له اي بس مو دايم ربما في هذه اللحظه هو يطبق بيتي اللي يقول متى ما غبتي تحس الناس بغيابي في وسطهم بس بافكاري معك سارح الله ولا لا يا ابو مانع الله اللي قال الله على ايام شلون سوت ها قال الله على ايام شلون سوت لين خلتني مثل ما انت شايف Mm-hmm.
أحب اللي يحبك ما بها من يزيد الشوق لمن اعتراط رياك عسى من جب زولك يدخل الجن. في صوتي ما تزعلون يا جد الله بجاي منك وحب الله خشى في صلاتي استغفر الله كيف بنسى ديالي محروم من شوفه هو بياتي قلبي هرب يضع شيء برايي اوراق ذكر الحب راحت شتاتي ما باقي الا اسمع احبه وطاري المنتجع ركز معه لما يقلب المنتجع حلوين تخيل السيارات أول شيء هذه أيوة صرفها نعطيهم بالدس نعطي الجمهور يستهلون تدري فيه هذا شو رأيك نعطي جروب دعمك واحدة يستهلون رحنا الأول واحدة شيء دعمي واحدة يستهلون بعد ثنتين نقطعها نوزعها على الجمهور نوزعها في الهاشتاج عزانك صادق والله يستهلون صل على النبي هذه نولع فيها لا 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 كني تهورت عشان خط النار لا, لا. خلاص انت ولع فيها وانا برشها بالمويه لا يعني عشان فيها غرقت امس امس دبت دبت انا دبت فجريه طيب صلي على النبي ربط مسفر لا ما ناخذ رهينه لا بكن ربط ربط بعضها هنا صلي على النبي ليه ونربط محمد عيسى هنا ليه والله ما ادري بس نربط هو المكان ابراهيم الحسين لا لا تركي انفيو لا. تركي وسلطان يجي يشرف عليهم ما نقدر نسوي شيء سلطان بس ما شاء الله ما نربط العمدان كلها ما شاء الله اطول منها ما يمدينا على العمدان احنا بنربطها بالعمدان هذيل وش غير الحاجه الثانيه نزرع موز لا ها خس الله يخس خس خس مو خس خس جرجير جرجير بقدونس فهمتني اها ايش فيه في احد نادانا الو الو حتى انا الو واحد يتكلم عشان الو شلون خطط تعال صف معنا الو صفني الو الو ايش السالفه الو هل تسمعني كريستيانو رونالدو اسمعني صل على النبي احنا بنقلب المنتج برتقال ونبي نغير لون الجدران كسر احنا بنخليه منتجع بدون جدران لا كسر لحالك لا ها لا اسمع صل على النبي ما جاك علي ما جاك لا ها ما بكسر ونبي نرفع قضيه حنا 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 احنا بنسوينا حاجه وش تعاكوكو انا في راسي شهر خطط على خراب ما هو انا والله ما هو انا ما هو انا ما هو ما هو انا والله ما هو انا والله ما هو انا والله ما هو انا والله ما هو انا ما عندي ما خطط تعال تعاكو خلنا نشوف ممكن انا اجي يلا خذ كرفه تعال شوف كيف اسمع تعال احنا مخطط نغير المنتج انا شكله ما هو يعجبني الخيمه هذه حق الدروازه ايوه هذا هي من البزنس ايوه وتذكرنا بالبزنس فهمتني فلذلك انا اي شيء يذكرني بالبزنس يوجعني نعم والله العظيم اني اتوجع اتذكر على طول حقت سلام الله عليكم ما 18 كم هي بمثل السلام ايه
البزنس الله يهد الدنيا. تذكرون حق البزنس؟ تذكرون يوم نركض؟ تذكر فهد فارع؟ يا الله تذكر بمتعة يوم يجي لك تذكر رديك سويد؟ يا الله تذكر اني اشتقت له برايم ديلما الله الله طرت علي كذا همسة بيتين. خبروني يا جماعة الخير يوم عطنا 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 وش البيتين عندك؟ ماني مجازك في صدك وهجرانك وداتك الله وتلقى واحد ثاني اتعبت العيان والاقدام من شانك وانت هو الشاي سويته على شاني يا سلام الله فزيت لك يوم طار اسمك وعنوانك لو كان ما تنتمي لاسمي وعنواني فلّا والله هناك 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 قلت هناك نجد هنا مصط راح وخلّانا لكّر فعلا مصط بعد راحتك ها؟ ومصط راح فلّا بيتها وطرى علي بعد وشو وش طرى عليك؟ طرى علي بيتين يقول العام قبل العام قبل يجي كيف؟ أذن أذن عام أذن قبل أذن 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 جيب لنا موية معه ما أذن أي والله العام قبل العام قبل الصوم أي العام قبل الصوم تنسيت البارك يا عيال امسك 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 العام ولا يا عيال العام قر اجلس اجلس امسك امسك بطني العام قرب يا عيال ها ابي العام العام قرب شهرنا العام اسمعوا العام قبل الصوم ترسل تبارك واليوم قرب شهرنا وانت ما جيت عذرك معك يا جعل شهرك مبارك كل عام وانت بخاطري لو تناسيت نعم هذه هي حالة الآن قبل الأذان ينسون ويلهون بالحديث وكلنا يطرد أخاه ليكتسب الماء نعم هذا عندنا في كل حالة قبل السحور أو بعد السحور وقبل الأذان يتناسون كل الوقت ويتناسون كل هذا ويلهون بالسوالف والضحك وهاها 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 لين ما يقرب الأذان أو يذن تقول أوه أذن أوه أذن هذا هو الحال عندنا وبالدنيا كلها فلذلك عزيزي المستمع لابد أن تضع لك منبه قبل الأذان وتشرب الماء عشان ما يجي بعد الصلاة السلام عليكم شيخ أنا تعبان أنا ما أدري كيف أنا ما شربت موية نسيت أشرب موية ها أو تأخذ الموية وتشربون براد تقول السلام عليكم شيخ ترى أنا نسيت هذا لا يصح فرجاء خاص